احنا كلنا كجهاز ولاد الكابتن رأفت، اذا كنت انا او الكابتن حسين او الكابتن محمود. الكابتن رأفت كان جابني انا من نادي المنيا واستقريت هنا ومسكت معاه في قطاع الناشئين وفي الفريق الاول. والكابتن رأفت احنا لو هنتكلم عنه ندي نبذة عن الكابتن رأفت، احنا اتعلمنا منه الكرم والاخلاق والتعامل الفني والتعامل الادبي والاحترام للجميع، بيحاول يساعد. ودلوقتي عامل طفرة في قطاع الناشئين ان هو ماسك مشرف عام في قطاع الناشئين، فمظبط معظم مدربي القطاع بيتعامل معاهم كلهم ان هم اولاده. تاني حاجة للكابتن رأفت ان الاستشارة بالنسبة لنا احنا في الفريق الاول بيجي ويقول كل ملحوظاته بعد كل مباراة، واحنا بنستقبل منه كأب وكأخ وكمدرب وكصديق، واحنا كل المنظومة في نادي الترسانة بتقدر طبعا الكابتن رأفت من تعامله مع الجميع، اذا كان جمهور ولا اعلام ولا مدربين ولا مسؤولين ولا مجلس ادارة، فاحنا بنشكره شكر كبير جدا من خلالك ومن خلال القناة عند حضرتك وعند الكابتن مصطفى وكل الصف اللي موجود مع حضرتك. لكن الكابتن رأفت هيفضل بالنسبة لنا رمز وتاريخ ومحبوب للجميع من جمهور الترسانة ومدربين ولعيبة. الحمد لله. الحاجة الجميلة ان كل الولاد اللي طالعين بيتكلموا على كابتن رأفت مكي، ان مش مجرد بس كده كلام، لا ده كان في حب بينك وبينهم. ده طبعا الحمد لله. انت كمان انت اكتشفت ابو تريكا، وكان مين تاني؟ علاء ابراهيم من المنيا. علاء ابراهيم من المنيا لعب في النادي الاهلي 17-18 سنه. وكان راس حربة النادي الاهلي صح، حاجه جوه ال 18 ملوش حل. بس حد يعمله الاوفر.